مرحبا بكم في قناة لحظة تنوير، قناة الوعي والمعرفة والتنوير. نحن نعيش في عالم يعيش فيه معظم الناس وهم أموات. الناس تظن بأنهم يحيون حياتهم ولكنهم فقط يعيشون تجربة الجسد. هم لا يعيشون في اللحظة، يضيعون كل لحظة، كل يوم يمر، لأنهم لا يعيشون حقا. ما هي حقيقة تعيش؟ أن تكون مبارك، أن تكون في سعادة. فكر للحظة في الأمر، أنت على قيد الحياة. الحياة جميلة، كل شيء حولك جميل، ليس هناك مشاكل، ليس هناك مخاوف في هذه اللحظة. في نفس اللحظة هناك أشخاص يفكرون في المشاكل التي عاشوها في الماضي، في تجارب الماضي، ويتساءلون لماذا حدث لي هذا في ذلك اليوم. وفي الحقيقة لا شيء يحدث لك في هذه اللحظة، ولكنك عندما تفكر فيما عشته في الماضي أنت تجلبه إلى الحاضر، وهذا يعني أنك لا تعيش هذه اللحظة. هناك أشخاص يعيشون في المستقبل، يظلون يفكرون ما الذي سيحدث غدا، ما الذي سيحدث في الأسبوع القادم، في العام المقبل. لا أحد يستطيع أن يعلم ما الذي سيحدث في المستقبل وما الذي سيحدث في اللحظة القادمة. جمال الوجود هو عدم معرفتك للمستقبل، وأفضل شيء يمكنك عمله هو العيش في اللحظة، هو الاستسلام التام للنعيم بالسلام، لأن هذه اللحظة الآن ليس فيها أي مشاكل. أي شيء كان له حجة هو في الماضي، أي شيء تخشاه في المستقبل هو في المستقبل، ولكن هذه اللحظة الآن هي الوحيدة المهمة، لأن اللحظة الراهنة هي التي تخلق مستقبلك وتحدد ماضيك. أرجو أن يكون الفيديو قد أنار لك ولو جزء بسيط من الطريق، طريق التنوير. إذا أعجبك الفيديو اضغط على لايك، وإذا كنت جديدا في القناة اشترك الآن، ولا تنسى أن تفعل الجرس حتى يصلك الجديد. دمتم بألف خير، وإلى اللقاء.